واش حنا ممكن نحاربوا الفساد؟ انا كنقول بانه اي واحد فينا ممكن انه يحارب الفساد، وممكن انه يبدا على الاقل يبدا من راسه. وحنا باش جايين اليوم كنقولوا هذه العمليه، راه بدينا من راسنا ومشينا للمؤسسات وبدينا المحاربه ديال المؤسسات، المحاربه ديال الفساد داخل المؤسسات، وبدات شي من جماعه ديال الرباط. والكل تبع المعركه الكبرى اللي خدناها كمستشارين، لا انا والاخ عمر والجانب الاخت هند داخل جماعه الرباط، اللي بدينا في الاول منذ الانتخاب ديال العمده في التصريحات ديالنا كنا واضحين وقلنا بان هذه العمده لا تصلح لتدبير مجلس العاصمه، وانها الخروقات وها اللي سجلناه منذ انتخاب ديال العمده. اقول واليوم من بعد معركة طويلة اللي كان فيها فضح ديال الفساد، وفيها التعاطي ديال المجتمع المدني وديال الساكنة ديال الرباط مع المعارك اللي اتخاذت، وطبيعة الحال إلى جانب بعض الشرفاء داخل المجلس اللي كانوا حتى هما حاملين معنا هاد الهم هذا، قدرات السيدة العمدة أو لا قدرنا احنا كحزب إدارة اليسار مع كما قلت الشرفاء أننا نحبسوها وضمات استقالتها أو إقالتها، اللي جات على إثر الصرف ديال المجموعة ديال الأموال اللي وصلت المليار ديال السنتيم بدون وجه حق ولا قانون، وخارج القانون التنظيمي 113-14 منظم الجامعة الترابية. فهذا السياق هذا كيجي داك التقرير ديال المجلس الجوي للحسابات اللي ذكروا أحد الإخوان، التقرير ديال المجلس الجوي للحسابات اللي كشف على مجموعة من الخروقات اللي ديجا كنا كنقولوها. يعني ما جاش، أنا بالنسبة لي داك التقرير جاء ليؤكد الطرح اللي كان داخل الجامعه ديال فيدرال اليسار، على اساسها ان السيد مدير المصالح تحصل على هذا المنصب بدبلوم وهمي، على راسه هو انه 36% من الموظفين هما اللي كيشتغلوا داخل الجامعه واللي باقي ما كاينينش. هذا الشيء ما تطرحش اليوم، تطرح من الولايه الماضيه. العمليه ديال محاربه الفساد ماشي هي واحد العمليه تقنيه، واحد زائد واحد تساوي زوج، هي عمليه تراكميه. في السابق كانوا الاخوان بداوا في المعركه وكشفوا على مجموعه ديال الملفات، جينا حنايا كذلك كملنا المسيره ديالهم في الكشف عاوتاني على الملفات والمحاربه ديال الفساد، ادات الاخر المغادره ديال العمده المنصب ديالها. ونتمناو انه لان المطالب ديالنا حنا باقا مستمره، حنا كنقولوا ما حنا مبغيناش الاستقاله والهروب، لان الاساس هو المحاسبه لا ديال السيده العمده ولا ديال كل المتورطين في القضايا ديال نهب المال العام.